اهلا وسهلا متابعي قناه ون نيوز. رمضان كريم ينعاد علينا وعليكم ان شاء الله بالصحه والعافيه. معكم الشيف ابو مالك العبود من مطعم ركن الطاوع. اليوم راح نعمل وصفه رمضانيه كثير ظريفه. الوصفه هاي دائما تتقدم بعد الافطار، هي وصفه شعبيه ولكن بنفس الوقت كثير مفيده ولذيذه. راح اعمل لقمه القاضي او العوامه. المقادير عندنا 3 كوبايات او 3 كاسات بهذا الشكل، الطحين متعدد الاستعمالات. اهم شيء الواحد المقادير يتبعها بشكل نظامي. عندنا 2 معلقة اكل سكر بالاضافه لمعلقه كبيره اكل كمان نشا. نستعمل خميره فوريه سريعه، ظرف واحد او ظرف ونص. بالنسبه للمي نستعمل 2.5 كوباية او 2. طبعا المي لازم تكون فاتره، يعني ما بتحرق اليد، كمان ما بتكون بارده. راح نبلش ننزل شوي شوي ونبلش نحركهم بهذا الشكل. بنضيف مي، ومثل ما قلت لكم اهم شيء المي بتكون دافيه علشان الخميره تتفاعل. هلا بدنا نعجنها بهذا الشكل. عملية ضرب، علشان التكتلات هاي كلياتها بنخلص منها. متابعينا انا هلا وصلت لهي المرحلة، بتكون بهذا الشكل، يعني بشكل مطاطي وخالية من التكتلات. هلا رح نجيب سبيرة ثانية بنفضيها فيها. طبعا بدها مده شي نص ساعه او 45 دقيقه لحتى تختمر ويتضاعف حجمها. هلا بنحطها بمكان دافي وشوفونا بالمرحله الجايه. متابعينا هاي بعد 45 دقيقه تقريبا هلا اختمرت وتضاعف حجمها. هلا راح نستعمل هذا البطر، موجود اكيد بكل بيت بماركت باي شيء. انا شلت الطبق ماله فضيته بهذا الشكل. هلا انا راح استعمله. متابعينا هلا بعد ما عبيتها بهذا الشكل، طبعا انا هون راح استعمل المقص، مقص عادي، بس اهم شيء حطه شوي بالزيت. متابعينا هيك المرحله الاولى بس ياخذوا شوية لون، وأهم شيء يكون درجة حرارة الزيت معتدلة. متابعينا هلا هيك أخذت اللون الذهبي، اللون المطلوب. هلا الشيرة عندي باردة، أنا مجهزها من قبل، الشيرة أو القطر. طبعا الشيرة كل كاستين تاخذ كاست مي، كاستين سكر تاخذ كاست مي. شكل حلو والطعمة أكيد بتجنن. هلا بنقلبها بالشيرة، وهيك متابعينا صارت جاهزة. متابعينا هذا الشكل النهائي لطبق اليوم، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم وجربوها وراح تدعوا لي إن شاء الله. كان معكم الشيف أبو مالك العبود من مطعم ركن الطاووق، والسلام عليكم.